أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قتل 19 شخصاً وجرح عشرات آخرون في انفجار بقاعة للحفلات الموسيقية في مدينة مانشستر شمالي بريطانيا، ورجح مسؤولان أمريكيان أن يكون الحادث ناتجاً عن هجوم انتحاري. ولم يتضح على الفور سبب الانفجار، لكن شرطة مكافحة الإرهاب شمال غرب بريطانيا تتعامل مع الحادث باعتباره هجوماً إرهابياً محتملاً. هذا ويعقد مسؤولو مكافحة الإرهاب في العاصمة البريطانية لندن اجتماعاً طارئاً عقب حادث مانشستر إرينا بحسب ما أعلنت السلطات البريطانية. وطلبت شرطة مدينة مانشستر شمالي إنجلترا من المواطنين الابتعاد عن قاعة احتفالات مانشستر إرينا، وأغلقت المنطقة المحيطة بالقاعة، كما توقفت رحلات القطارات أيضاً في محطة فيكتوريا مانشستر وتم إخلاؤها من المسافرين. دانت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الهجوم الإرهابي في مانشستر مبدية تعاطفها مع أسر القتلى. وقالت ماي إن الشرطة تعمل على كشف تفاصيل الهجوم وتتعامل مع الهجوم على أنه عمل إرهابي. أدلت المغنية الأمريكية إرينا غراندي بأول تعليق لها بعد التفجير الذي وقع أثناء الحفل الذي كانت تحييه في مانشستر في إنجلترا، وكتبت في تغريدة من خلال حسابها على موقع تويتر إنها محطمة ومتأسفة للغاية. جاءت التغريدة بعد نحو 5 ساعات من التفجير. قال مسؤولان أمريكيان إن الدلائل الأولية تشير إلى أن انتحارياً نفذ التفجير الذي وقع في قاعة للحفلات الموسيقية في مانشستر في إنجلترا. وأصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي بياناً قالت فيه إنه ما من معلومات تشير إلى أي تهديد محتمل لأي حفلة موسيقية في الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف البيان أنه قد يشهد المواطنون زيادة في إجراءات الأمن داخل وحول الأماكن العامة والمناسبات. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن القوات الأمريكية شنت ضربة على قاعدة لتنظيم القاعدة في اليمن. وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط في بيان لها إن القوات الأمريكية قتلت خلال هذه العملية 7 من مقاتلي القاعدة في شبه الجزيرة العربية، مستخدمة أسلحة نارية صغيرة وضربات جوية محددة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.